حادثة؟ طب لا سمح الله، هو في حاجة؟ حصل له حاجة؟ لا لا ما تقلقيش خالص، ده هو بس كان خارج من الاستوديو بيصور فخبطته عربية، بسيطة إن شاء الله. بسيطة إزاي؟ طب وهو وضعه عامل إيه دلوقتي؟ كويس كويس، كان في العناية المركزة وخرجوه منها ونقلوه أوضة والدنيا تمام، ما تقلقيش أنت. الحمد لله. ممكن تقولي اسم المستشفى اللي هو فيها؟ ما بلاش يا مدام داليا، ريحي نفسك مش مستاهلة. ما تقلقش يا أستاذ فطين، أنا بس عاوز أطمن عليه. أنا بطمنك عليه أهو، أنا بقولك إن هو زي الفل وخرج من العناية المركزة وقاعد في أوضة زي، يعني بصي أنا قلقانة عليكي وعلى شريف طبعًا، لأن وجودك يعني بيعمل صدمات ملهاش لازمة. أرجوك تقولي اسم المستشفى اللي هو فيها. صدقيني يا مدام داليا أنا عارف أنا بقولك إيه، مش مستاهلة. أستاذ فطين اسم المستشفى إيه؟ ندى. نعم يا شريف. مش هتريح قلبي بقى؟ عايز إيه يا شريف؟ عايز حاجة بسيطة أوي، عايزك تقولي لي سامحتك. شريف يلا عشان تاخد الدواء بتاعك. استني بس، مش عايز الدواء. لازم تاخد الدواء عشان تخف. انت الدواء بتاعي يا مدى، انا مش عايز منك غير كلمة واحدة بس عشان تريحني. الكلام خلص يا شريف، ويلا عشان تغير هدومك. ده آخر كلام عندك؟ ايوه. مفيش كلام تاني يعني؟ طيب اوكي، انا لا هاخد الدواء ولا عايزك تساعديني ولا هغير هدومي، وهعتمد على نفسي وهروح لوحدي، اوكي؟ شريف مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ شريف مش قادر. روح استحي مني، ولقيت دماغي تلف مش قادر. هات بسرعه عليك، انا هروح اجيب الدكتور على طول. لا 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 ما تجيبش دكتور ولا حاجه، ما تجيبش دكتور، انا بحبك انا ده. طب ممكن ما تتعبش نفسك بالكلام؟ لا هتكلم خلاص، انت هتسامحيني صح؟ بس بقى يا شريف يلا. مش هتسيبي البيت صح؟ هنشوف. حبيبتي انا ده، حبيبتي. صباح الخير. الف سلام عليك. ايه مش قادر. سلامتك يا شريف. قولي ايه، انت كويس؟ لا. ايه طمني، ايه اللي ده؟ تعبان. انا لما عرفت ان فاطين ان عربيه خبطتك اتجننت. سوري مدام ندى، مش كده؟ انا اسفه ما خدتش بالي انك موجوده. لا حبيبتي ولا يهمك، خدي راحتك، انا اصلا شفافه ما تشافش اصلا. اصلك ما تتصوريش شريف غالي عندنا قد ايه. ما هو باين يا حبيبتي، خدوا راحتكم حبايبي. لا 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 ندى راح فين يا ندى؟ يا ندى يا مراتك زعلت ولا ايه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ يا داليا انت خلاص، كنت قربتي تاخديني بالحضن قصادها يا داليا. انا اسفه يا شريف، ما اعرفش ايه اللي جرالي من ساعه ما سمعت اللي حصل ودماغي مش فيا. تحب الحقها واعتذر؟ لا 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 كفايه كده، كفايه. الحمد لله على كده، الحمد لله على قد كده. انا اسفه جدا اني سببت مشكله بينك وبين مراتك، يا ريتني ما كنت جيت. حصل خير. واتش ات.